عليكم. انا طالبه في المدرسه العليا للاساتذه شعبه الاس في تي 3 اني. اليوم جينا نتبرعوا بالدم تحت دعوه ديال الكلوب لا فيلا. هذه واحد العمليه اللي زوينه وكتعاون بها بزاف ديال الناس. ملي كنطلبوا من الشباب انهم يجيو يلتحقوا حتى هما الطلبه بصح سواء طلبه ديال الناس ولا من على برا يجيو يديروا هذا التطوع شي حاجه اللي زوينه وغادي تفرح كتحس باحساس زوين اكثر ما يعني ملي كتشوف راسك كتعاون الناس. السلام عليكم. انا جيت اليوم لهاد المدرسه العليا للاساتذه باش نتبرع بالدم. كما كنسمعوا وكنعرفوا كاملين باللي كاين خصص كبير في هاد القطاع هذا ديال الدم، وكندعو كافه الطلبه بالاخص الطلبه بالعموم يعني الناس باش يجيو يتبرعوا. يعني هاد الماده هادي حيويه وكلشي كيحتاجها، واصلا كما كنعرفوا باللي كيتجدد كاين خلايا الدم كامله كتجدد، فمن الاحسن يجي من الواحد يتبرع. كما احتاجت الدم كما احتاج واحد اخر الدم هذا النهار، فيجي واحد النهار يحتاجه اما انت اما واحد من العائله ديالك اما باك. فكنت كنشكروا هذا النادي هذا ديال لافيلا اللي منحنا هذه الفرصه هذه باش نتبرعوا بالدم. بصفتي طالبة في المدرسة العليا للأساتذة جيت نقوم اليوم بهذا العمل الخيري اللي كنشوفه واجب على كل شخص يتمتع بصحة جيدة، ومن أحيا نفسا كأنه أحيا الناس جميعا. لبنى العجاني رئيسة جمعية ابتسامة المتبرعين بالدم. اليوم كنتواجدوا برحاب المدرسة العليا للأساتذة بمرتيل في إطار واحد الحملة ديال التبرع بالدم اللي منظمينها بالتنسيق مع كلوب ميتا ولافيلا، وهذه النسخة 11. كل عام كتكون عندنا حمله هنايا والحمد لله كتعرف اقبال كبير من طرف الطلبه، وهذه الحملات هذه كنقوموا بهم في اطار الخصائص اللي كيعرفوه المركز الجهوي لتحقن الدم بتطوان وكذلك جميع مراكز تحقن الدم بالمغرب باش نوفروا الكميه الكافيه ديال الدم اللي تغطي الحاجيات ديال المرضى اللي هم في امس الحاجه لهذه الماده الحيويه اللي ما كتباع ما كتشرى. واللي من هذا المنبر هذا كنوجه النداء لساكنه تطوان باش يتبرعوا بالدم باش نقدروا ننقذوا المرضى اللي هما محتاجين. وكنشكر الطلبه وكنشكر الاداره ديال المؤسسه على هاد البادره هذه، وكذلك كنشكر اليوم 24 على التغطيه ديالو لهاد الانشطه الهادفه، واللي منكم ان شاء الله كنقدروا باش نرسخوا وننشروا ثقافه التبرع بالدم. وشكرا. السلام عليكم. معك ايوب ايتوعلي رئيس نادي لافيلا بالمدرسه العليا للاساتذه. اليوم عندنا واحد الحمله ديال التبرع بالدم لفائده المركز الوطني للتبرع بالدم ولا بنك الدم في تطوان. حنايا عددنا بسيط ولكن حنايا نعتبر واحد الفئه بسيطه من اساتذه الغد، اللي قبل ما يكون استاذ خصو يكون مواطن مغربي اللي غيعاون اوموان باقل حاجه يقدر يعطيها هو الدم ديالو لفائده واحد الناس كاينين محتاجين لهذا الدم هذا. كنشكر اليوم 24 لحضور ديالهم اليوم معنا. كنشكر الشركاء ديالنا مركز التبرع بالدم في تطوان وتا جمعيه ابتسامه للتبرع بالمتبرعين بالدم والشريك ديالنا في المدرسه للاساتذه اللي هو ميتا كلوب. شكرا بزاف لحضوركم وشكرا لكاع الناس اللي حضروا، وشكرا للمدرسه للاساتذه اللي كتعاوننا من قريب او من بعيد. شكرا للاداريين وكاع الطلبه والناس اللي كيعاونوا في هاد لي زاكسيون هيومانيتير. ميرسي بوكو. السلام عليكم. انا طالب المدرسه العليا للاساتذه سلك تخصص علم الحياه والارض. اليوم جيت باش نتبرع بالدم نظرا للخصص الكبير لهذه الماده في البلد ديالنا، وكنشجع اي واحد باش يجي يتبرع بالدم بحالي. وصراحه يعني تجربه سهله عادي يعني ما كتحس بحتى حاجه. السلام عليكم. انا طالبه مدرسه العليا للاساتذه السنه الثانيه، وسمعت اليوم بلي كاينه مبادره تبرع بالدم وجيت باش نتبرع بالدم انا وصحاباتي، وحيت كاينه بزاف الناس محتاجين لهاد المبادره. حنا حيت كنشوفوها شي حاجه بسيطه ولكن راه بزاف الناس محتاجين لهذا الشيء، وكنتمنى كاملين تجيو تبرعوا بالدم. الدكتور عبودي عادل طبيب مركز تحقن الدم الجهوي بتطوان. كما كتعرفوا العاده دائما مركز جهوي تحقن تطوان لتلبيه الرغبات وديال الطلب الملح على الدم كيكون هناك حملات خارج المركز. واليوم حنا متواجدين فضاء المدرسه العليا للاساتذه بمارتيل بشراكه مع جمعيه ابتسامه المتبرعين بالدم. كنقوم بواحد الحمله في فضاء هذه المدرسه مع طلبه واساتذه المستقبل من خلال الجمعيات والنوادي، نادي ميتا ونادي لافيلا اللي قدموا
لينا كنشكرهم على هذا التنظيم واللي كنحاولوا من خلاله كما كتعرفوا دائما نعزوا المخزون ديال الدم اللي كنطلبوا دائما من المواطنين والناس ان يجيو يتبرعوا بالدم، لان تبرع بالدم كيساعد على انقاذ حياه الاخرين، وكنتمنوا دائما يكون هذا الاقبال لا داخل ولا خارج المركز. وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم امين ايتو علي رئيس نادي ميطا بالمدرسه العليا الاساسيه بمارسيل. حنا اليوم كننظموا حمله تبرع بالدم للدوره الحادثه ديالها هنايا اليوم ان شاء الله. جينا باش اننا ننظموا هاد الدوره هذه للتبرع بالدم. كيف ما كنشوفوا جاو بزاف ديال الحضور ديال الطلبه انهم يتبرعوا بالدم ديالهم، كنشوفوا بانه كاين اقبال الحمد لله على هاد الاقبال اللي جانا اليوم، ونتمنى ان شاء الله يكونوا اقبالات على مجموعه من الانشطه الجايه ان شاء الله. وكنشكر جميع طلبه المدرسه العليا الاساسيه على الحضور ديالهم، وكنشكر الصحافه اللي جات اليوم انها تدير تغطيه لهذه الحمله هذه، وشكرا لكم كاملين.